الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العلي العظيم. الإخوة والأخوات، أيها المتظاهرون الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ تمر علينا مناسبة اليوم العالمي للعمال، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتحية والإجلال لعمال وطننا الحبيب البحرين، فهم الصابرين في ميادين العمل والصامدين في ميادين الثورة. فتحية إجلال وإكبار لتلك الأيادي البيضاء الطاهرة التي تبني الوطن بيد وتقاوم الظلم والاستبداد بيدها الأخرى. يا عمال البحرين، لكم من كل مواطن ألف تحية إزاء ما تقدمونه في سبيل رفعة هذا الوطن وكرامة إنسانه. فما تتحملونه اليوم من معاناة وآلام في ميدان البناء والنهوض بالوطن وفي ميدان الثورة والمواجهة لهو محل تقدير واعتزاز كبيرين، وسيسجل التأريخ لكم هذا العطاء الذي لا ينضو بأحرف من نور. يمر علينا عيد العمال في هذا العام، ولا يزال عدد كبير منهم يقبع في السجون الخليفية، لا لذنب اقترفوه سوى أنهم ينشدون العزة والكرامة للشعب وللوطن. ولا زال الكثير منهم يعاني الحرمان بكافة أشكاله بسبب السياسات الهوجاء والظلم الذي يمارسه الكيان الخليفي والمحتل السعودي بحق معظم أبناء هذا الوطن، وفي مقدمتهم الشريحة العمالية الكادحة، وذلك خلافا للأعراف والمواثيق الدولية، في الوقت الذي يملؤون جيوب مرتزقتهم الأجانب بثروات هذا الشعب. إن الحالة المزرية التي تعيشها الشريحة العمالية في بلدنا كما هو شأن غالبية الشعب تحتم علينا جميعا أن نعمل ليل نهار من أجل التخلص من كابوس الخليفي الجاثم على صدر وطننا. ومن هذا المنطلق ندعو جماهير شعبنا الأبي لأوسع مشاركة في فعاليات إرادتنا تقرير مصيرنا، والتي سيعلن عن تفاصيلها في القريب العاجل. في الختام نكرر تحيتنا لعمال البحرين كافة، سيما المعتقلين منهم والمطاردين والمغتربين. فأنتم يا عمال البحرين عنوان كرامة هذا الشعب، وبسواعدكم تعلو قباب الوطن ويدحر الطغيان. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، 1 من مايو 2016، البحرين المحتلة.